فريق النادي الاهلي الاول، الحمد لله على سلامه الله حضرتك. يسلم حضرتك. ويعني حابب في البدايه ابدا من حضرتك بكلمه لشهداء النادي الاهلي وشهداء مصر. اقول لهم يعني بقاء لله، يعني ان شاء الله في الفردوس الاعلى نحسبهم شهداء ان شاء الله، لانهم كانوا في حاله دفاع شرعي عن انفسهم، يعني بغض النظر كان الحدث في مباراه لكره القدم ولا لا، لكن المهم نوايا الناس دي وانهم كانوا في حاله دفاع، فان شاء الله يعني ربنا يكرمهم ويتغمدهم برحمته. ويعني بنقول برضو انه الفريق والنادي مصرين الحقيقه انه حقوق الناس دي ترجع لها، وان شاء الله هترجع، لانه بعتقد برضو انه هذا الامر وما يتعلق بدم يعني ستكون له تداعيات خطيره اذا لم نحقق نتائج ناجذة بالنسبة للتحقيقات، يعني وإنه المجرم يلاقي عقابه، وإنه كمان يعني زي ما بنقول إنه ما فيش مجرم يفلت من العقاب، وما فيش متهم ما فيش بريء يجرم، يعني فعايزين الحقيقة يعني تحقيقات ناجذة وواضحة، وربنا يتغمدهم برحمته. يعني كواليس الجلسه النهارده دكتور ايهاب مع الجهاز الفني، اللعيبه يعني اعتذرت النهارده عن التمرين ولا الجهاز الفني اللي طلب ان التدريب يكون يوم الاثنين؟ كنا عايزين نعرف من حضرتك اهم الجلسات، وعرفنا ان انت كان لك لحضرتك دور كبير قوي النهارده مع اللعيبه. والله احنا يعني من الناحيه النفسيه يعني وجدنا انه الجو العام والحاله المزاجيه والنفسيه للاعبين لا تسمح الحقيقه ببدء التدريب، لكن ناقشنا بعض الامور وانه يعني لابد من استئناف العمل، وانه تواجد اللاعبين بشكل طبيعي في التمرين ده هيكون لي عامل ضغط أفضل مما لو نأوا بأنفسهم يعني بعيدا عن الأحداث، وإنه بس مراعاة للحالة النفسية والمزاجية للاعبين يعني يرجى التدريب 48 ساعة، حتى الناس اللي هي سافرت عشان تهدي من نفسها شوية أخيرهم هيرجع بكرة، وإن شاء الله يكونوا موجودين الاثنين صباحا. يعني بإذن الله الفريق هيكون مكتمل يوم الاثنين. وبرضو عايز أسأل حضرتك على الإصابات، أنا شايف وليد سليمان خارج مصاب. والله أنا ما شفتوش لسه وليد، يعني إحنا ما كانش الموقف بيسمح إن إحنا يعني نتابع الحالة الصحية، لأنه يعني ما نحن بصددي أكبر، فإن شاء الله الاثنين نقول لكم الأمور ماشية. هل كان في ضغط أو حاجة من المستر مانويل الجهاز الفني اللعيبة تشتغل النهاردة وتتمرن النهاردة؟ لا، إحنا بنتكلم بنرجح صوت العقل، يعني بعد يعني فترة المشاعر ابتدت تهدى شوية، فيعني صوت العقل هو الذي يجب أن يغلب، نفكر إزاي الحقوق الناس دي ترجع لها، لكن لابد أنه عجلة الحياة تستمر، وده يعني بعتقد ان هو الصواب، يعني فبس سيبنا فتره لهدوء المشاعر شويه. يعني انا حابب اطمئن على الدكتور ايهاب علي الانسان اللي شاف صعاب داخل غرفه الملابس في بورسعيد. يا ما حضرتك دخلت غرفه العمليات، لكن اعتقد اصعب غرفه عمليات حضرتك كنت فيها ملعب بورسعيد. والله لا، يعني انا يعني متعود على الكلام ده، لكن ليس بهذا الشكل. يعني انا بعتقد انه حياه الانسان يعني اغلى واسمى من ان تذهق في مباراه لكره القدم. يمكن انا زي ما حضرتك بتقول من طبيعه عملنا بنواجه حوادث كثيره وبنشوف وضع العمليات الكثير، لكن وشاركت في بعض الحروب في الصومال سنه 92، كنت مبعوث جامعه الدول العربيه، يعني لم ارى هذا العدد من الضحايا في الحروب النظاميه، يعني فالامر طبعا الحقيقه محزن جدا جدا جدا، ويعني ارجو انه الناس تاخد درس منه وانه هذا الامر لا يتكرر، لكن الحقيقه في الظرف الحالي انا افضل الحقيقه ان يعطل النشاط الرياضي المحلي لحين ارساء قواعد دوله قويه يعني تحفظ سلامه ابنائها، لكن لا احد يستطيع ان يقرر انه هذه الحوادث لن تتكرر ولو بشكل بسيط، فاذا الافضل انه احنا نشارك في المحكات الافريقيه او الخارجيه، ولكن دوري محلي في الوقت الحالي. ده كان طلب اللعيبه برضه؟ بعتقد انه طلب جماعي يعني طبعا. كابتن احمد ناجي يعني